لا حاجة لك بعد الآن إلى أكثر من اسم مستخدم وكلمة سر. تمكنك الهوية الرقمية من الوصول للخدمات الحكومية الإلكترونية في الإمارات عبر هاتفك الذكي بخطوات بسيطة. حمل التطبيق وصور بطاقة هويتك الإماراتية، ثم أكد عنوان بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك، واختر رقم تعريف شخصي لإتمام التسجيل عبر التطبيق. ولإكمال عملية الحصول على هويتك الرقمية الآمنة، يرجى زيارة أقرب منفذ خدمة من 300 منفذ المنتشرة في الدولة. وبذلك يمكنك استخدام خاصية التعريف عبر التطبيق للوصول إلى الخدمات على أي جهاز إلكتروني بمجرد إثبات هويتك عبر هاتفك الذكي. كما يمكنك من خلال التطبيق التوقيع رقمياً على المستندات الرسمية من أي مكان وفي أي وقت عبر هاتفك الذكي دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة. الهوية الرقمية، هويتك الرقمية الآمنة.